وبقى له عمر كبير قوي قوي قوي، للاسف ان هم رمموا مساجد كتير قوي، والحاجه اللي هي المفروض انها تكون اول حاجه تتعمل المسجد ده، لان قديم من زمان من ايام المماليك والسلاطين ومعروف، ومحدش للاسف جه ولا رمم ولا حاجه، كانوا هيقفلوه واحنا وقفنا ضد اللي كانوا عايزين يقفلوه اهل الحي، وعشان يتهد ما هديناهوش وموجود لحد دلوقتي، بس للاسف محدش بيرعاه. ابو ما بيجيش حضرتك موظف الاوقاف ما بيجيش، وان جه يومين بياخد بقيت الاربع ايام في البلد عنده هناك، فاي واحد من المنطقه بيقوم بيقم الصلاه بيسيء جدا بيفتحوا عشان يصلي، لكن ما فيش مسؤوليه عن جامع، ما فيش عن مسجد، ما فيش، كلها جزء زي حضرتك، مفيش حاجة بجهود ذاتية، مراوح، سجاجيد، كل حاجة بجهود ذاتية بتاعت أهل الحي والمصلين، لكن بالنسبة للوزارة ولا حاجة خالص، ولا حصيرة حتى بلاستيك، ولا حصيرة، درس المياه كانت روح لعملناها على حسابنا وحطينا لها رخام، الجامع بتاعنا بقى أثر، فما فيش مسؤول بيجي يسأل عليها، مفيش، الجمالية استمت باسم هذا الجامع، الجمالي استمت الجمالية، اللي كان بيدي بيت المال الزكاة في راعي المسلمين، هو الراجل ده. وللاسف زي ما انت شايف حضرتك دخلت وشفت كده مهمل، ما في بقى ناس حد اللي بتعملوا ايه، ولا مسؤول جامع ولا فيش حاجه خالص الكلام ده. We'll be right back.